مشاهدينا الكرام، الحضور الكريم، ضيوف تونس الاعزاء، تحيه لكم جميعا واهلا بكم الى هذا المؤتمر الخاص بالاعلان عن المناظره التشريعيه الطريق الى باردو. كل نجاح يولد من رحم طموح للمزيد هو ذاك الزخم الكبير الذي احدثته المناظره التلفزيه الاولى للرئاسيات السابقه لاوانها. وها نحن نجني قطافها بخوض مثيلتها الانتخابات التشريعية بعنوان الطريق إلى باردو تونس اختار 2019. حصاد مثمر ذلك الذي بذرته التلفزة التونسية مع شركائها من القطاع الخاص ومبادرة مناظرة تحت إشراف الهيئتين، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات. حصاد يدفعنا إلى مزيد البذل لينجاح هذا المشوار الثاني من أول مناظرات نخوضها في تاريخ تونس، والتي كانت دون شك نبراسا لحق المواطن في معرفة برامج المترشحين وفاتحة فريدة وطلائعية لمحيطنا القريب والبعيد. شرف أثيل أتيح لنا نحن والإعلام العمومي لرفع التحدي الذي يرسخ أقدامنا في هذا الطور الديمقراطي لتونس العزيزة. إذن سنكشف في هذا المؤتمر الصحفي الملامح الكبرى لتنظيم هذه المناظرة الخاصة ببرامج المترشحين للبرلمان القادم، حتى يتمكن الجميع من شرح توجهاته بكل إنصاف وعدل بين القائمات. وحقيقة نحن في لحظة تاريخية وأيام تاريخية في سجل الإعلام الديمقراطي الحر والنزيه ولبنة أخرى تبنى في صرح تونس الجديدة. مرحبا بكم مرة أخرى. المحور الأول لهذا المؤتمر الصحفي هو أهمية المناظرات في الانتخابات التشريعية، وأدعو لتقديم هذا العنوان أو بالأحرى نوجه الكلمة، ندعو السيدة حسناء بن سليمان عن هيئة الانتخابات لتقديم هذا العنوان. فتفضلي سيدتي إذا تسمح تنجد تبقى في بلاستيك. مرحبا. مرحبا بالناس الكل. بالنسبة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إذن من المهم وأنه الحملة الانتخابية تكون فترة وتكون مناسبة باش الناخبين الكل ينجموا يطلعوا على البرامج الانتخابية للمترشحين. المسألة هذه كانت منظمة في إطار القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في 2019، وتم التنصيص على إمكانية إجراء المناظرات هذه اللي هي تقعد عمل إعلامي بمبادرة من المؤسسات الإعلامية من الإعلاميين من أجل التواصل هذايا ما بين الناخبين وما بين المترشحين. في الإطار هذايا إذن فما قواعد يجب أن تسهر عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل ضمان تكافؤ الفرص وضمان التناسب في إعطاء الكلمة لكل المترشحين وفقا للمبادئ اللي تم تنظيمها في القرار المشترك هذايا. ماذا بينا وأنه الأمور الكل تكون مطابقة للقواعد للقانون الانتخابي، ونحن نسهر على ذلك. ونشكر إذن وسائل الأعلام الكلها، التلفزة التونسية ووسائل الأعلام الخاصة والإذاعات أيضا، من أجل هذه المبادرة اللي هي تقعد عمل إعلامي ضخم وجديد في المشهد السياسي. نشكر أيضا الخبراء والتقنيين اللي يعطيوا فينا في النظرة على هذه التجربة الجديدة، وبالطبيعة يجب التحسين على ما قدم في التجربة الأولى اللي كانت شدت التونسيين، ولكن بالطبيعة احنا ديما عندنا النظرة النقدية ونحب نحسنه. إن شاء الله المناظرات اللي مش تهم العمل التشريعي والترشح للانتخابات التشريعية تكون في إطار مناسب لهذه الانتخابات، تكون تجاوب على التطلعات والتساؤلات للتونسيات والتونسيين، ونحن ساهرون على ذلك. إن شاء الله أيضا المترشحين الكل يكونوا ينخرطوا في هالمبادرة هذه ويكونوا موجودين باش يتخاطبوا مع التوانسة عبر وسائل الإعلام هذه. وشكرا. شكرا لك سيدة حسنة بن سليمان. والآن نقدم الكلمة
للسيد محمد الأسعد الداهش لتقديم برنامج المناظرات الانتخابية الطريق إلى باردو. تفضل. شكرا. كل تجربة جديدة هي محل مراجعة دائما ومحل تقييم. قمنا بالتجربة الأولى والتي بنت أساسا على مبدأ المساواة، أي تمكين كل المترشحين للرئاسيات أنهم نعطيهم نفس الحظوظ باش يكونوا قدام جمهورهم قدام ناخبيهم. الهدف هذا الرئيسي وهو تقديم صورة المترشح للناخب هي الهدف الأول اللي بنينا عليها المناظرات التلفزية الطريق إلى قرطاج. بالنسبة للتشريعيات الهدف باش يتغير، لأنه إذا باش تطبق هذا المبدأ عنا أكثر من 1500 قائمة، معنى مبدأ المساواة أو مبدأ الإنصاف صعب تحقيقه في هذه المرحلة. وبالتالي كان الهدف متاعنا في المرحلة هذه هو أنه نقدم صورة أو مشهد عام بطريقة كلية أو ماكرو، أي أنه الناخب يعرف شكون هم القائمات المستقلة وشكون هم القائمات الحزبية وشكون هم القائمات الائتلافية. هذه الصورة اللي نحب نقدموها للناخب، معناها ياخذ فكرة عامة على المشهد لكن دون تخصيص. التخصيص يلقاه بالنسبة للتعبير الحر اللي موجود أيضا في مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين، يمكن أنه يتعرف على برامجهم من خلال التعبير المباشر. لكن المناظرة هدفها الرئيسي هو تقديم المشهد بشكله العام. هذاك علاش باش يكون ثم مناظرتين، مناظرة أولى يوم 1 أكتوبر ومناظرة ثانية يوم 2 أكتوبر. عدد المتناظرين باش يكون 9 في كل يوم. الأساس اللي اعتمدنا فيه الاختيار باش يكون عن طريق القرعة، لكن دائما من خلال القرار المشترك بين الهيئتين، أي الملحق الخاص بالقرار المشترك الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2019 اللي وقع تحديد من خلاله النسب، أي من خلال هذا الملحق سوف نعتمد القرعة لاختيار المتناظرين حسب النسب التي وقع تحديدها. هذا الجانب. في الجانب الثاني أنه في المناظرات السابقة كان ثم نوع من النقد أو مؤاخذات بخصوص التفاعل. في المناظرات هذه باش يكون فيها أكثر تفاعل، أي أنه المحاور اللي باش تكون فيها أسئلة موجهة لكل مترشح، أيضا بخلاف أنه الأسئلة الموجهة لكل مترشح هناك أسئلة عامة يجيب عليها الجميع، وأيضا هناك في نهاية كل محور هناك مجال للتناظر بين 3 مترشحين، هما 9. في نهاية كل محور يقع تحديد 3 من المتناظرين أنه يتوجه لهم نفس السؤال باش نفهمهم شنو هي رؤيتهم في الجانب ذاك. الأسئلة أيضا الموجهة من المقدمين باش تكون وفقا لضوابط وباعتماد مبدأ القرعة وأيضا مبدأ الشفافية، أي أنه كي تعمل القرعة تكون شفافة وكي تم اختيار السؤال يكون طريقة اختيار شفافة وقدام الجميع، معناها قدام عدل تنفيذ وأيضا بممثلي الهيئتين المشرفين على هذه المناظرة على هذه المناظرات. قلنا بالنسبة لنحن أنه التناظر باش معناها المقدمين عندهم الحق باش يطرحوا السؤال اللي هو معد مسبقا وفقا لمبدأ الشفافية، وأيضا عنده إمكانية أنه يستوضح، معناها ثم إمكانية أنه إذا ما جاوبش أو حاد على الإجابة أنه ممكن أنه يتوجه له للتوضيح أكثر، لكن دون الدخول في محاججة لأنه هذا يولي مخالف للقرار المشترك الصادر عن الهيئتين. هذه تقريبا الصورة العامة. ثم جانب آخر زاد باش نقولوه أنه بخلاف الطريق إلى باردو اللي هي المناظرات الخاصة بالانتخابات التشريعية، أيضا هناك مناظرات الطريق إلى قرطاج. هذه
حاليا نحن بصدد الاعداد لهذه المناظرات على انها باش تصير، لكن في انتظار الاجابه من السلطه القضائيه لحضور او التمكن تمكين المترشح الثاني وهو نبيل القروي من الوصول اليه والبث المباشر من مكان اللي هو متواجد فيه، او انه يكون حاضر معنا وهذا افضل للتناظر، وذا هو حق كل مترشح بالنسبة للنفاذ إلى وسائل الإعلام العموم. المناظرات الثانية كذلك وقع الأعداد لها باش تكون تقريبا يومين قبل نهار 13، يقول لي نهار 13 الموعد تقريبا مبدئيا، معناها باش تكون 3 أيام قبل نهار 13 المناظرة الثانية وأربع أيام قبلها بالنسبة للمناظرة الأولى. المناظرة الأولى باش تكون تهم المحور الأول وهو الأمن والدفاع والأمن القومي بالنسبة لصلاحية رئيس الجمهورية ومسائل عامة، والمناظرة الثانية باش تكون تهم العلاقات الخارجية ومسائل عامة أيضا، وفيها أيضا أسئلة موجهة لكل مترشح وأسئلة فيها مجال من التناظر وإمكانية أن كل متناظر يطرح سؤال على المتناظر الثاني، فيها أكثر تفاعلية وأكثر توضيح أن كل واحد يقدم برنامجه، وهذا الهدف منه الرئيسي هو تمكين الناخب من حسن الاختيار ودون توجيه. وشكرا. شكرا للسيد محمد الأسعد الداش على هذا التوضيح. الكلمة الآن للسيد الأسعد خضر للحديث عن البث المشترك مع القنوات التلفزية الخاصة. مرحبا بكم جميعا. بالنسبة للبث المشترك، الحقيقة انتم تعرفون التلفزيات الخاصة عندها في أغلب الأحيان مشاريعها في الحوارات في مثل هذه الفترات. فاجأتنا كلها تقريبا أو أغلبها المرة الماضية باشتراكها لا مشروط، وكانوا كلهم موجودين، وللشيء اللي أعطى قوة إضافية وحجم تاع مشاهدة تقريبا يعتبر من التواريخ اللي ممكن تؤخذ الآن كتواريخ تو دو ديمات قوي، معناها اللي وصلنا حتى 3 ملايين و500 و700 وحتى 4 ملايين، فهذا نسبة مش متعود عليها القنوات، معناها أي قناة وحدها، لكن استطعنا نجمع القنوات الكل والإذاعات في أغلبها تقريبا، واستطعنا نبث والبث هذا المشترك. بالنسبة للانتخابات التشريعية أو المناظرات التشريعية، أنتم تعرفوا أن معناها أقل قوة من المناظرات الرئاسية، ولكن باش نحاولوا نكونوا حاضرين كلنا تقريبا مبدئيا. ثم ربما قناة أو اثنين ما زالوا مترددين كما ربما المرة الماضية، ولكن إن شاء الله يلتحقوا بنا كالعادة، وتكون هذا فعلا عرس انتخابي كما كان عرس انتخابي في الانتخابات الرئاسية الأولى، وإن شاء الله من جديد معنا نسجلوا للتاريخ يعني تصاهر القنوات هذه كلها مع بعضها من أجل خدمة تونس وإيضاح برامج كل من متقدمين الانتخابات. شكرا. شكرا سي الأسعد خضر على هذه الكلمة. كان المفروض أن يكون معنا سيد كمال روبان للحديث عن البث المشترك مع الإذاعات الخاصة، لكنه تعذر عليه الحضور معنا. ونتوجه الآن بسؤال عن التصور العام للمناظرة وفلسفة المشروع والجانب الأكاديمي لها، والإجابة لدى الأستاذ بالعباس من كريدة. شكرا يعيشك، مرحبا بكم الكل. نحب أولا نشكر مؤسسة التلفزة الوطنية والهيئتين ونقابة أصحاب التلفزات الخاصة لإنجاح المناظرات الأولى في الدور الأول للرئاسة. المرة اللي فاتت كنت فخور وفرحان برشا إنه تونس كانت باش تولي أول بلد عربية اللي تنظم مناظرات انتخابية. المرة هذه أنا فرحان برشا إنه التجربة نجحت ونجحت بالقدا، لأنه الناخب التونسي عجبته الفكرة، وزيادة خاطر أنا متأكد إنه المناظرات الانتخابية باش يولوا تقليد جديد في الديمقراطية
التونسية في الانتخابات الجاية إن شاء الله. العالم الكل سمع بالمناظرات، وفما عدد قنوات دولية بثت معانا، وحتى وكالات الأنباء من كل العالم بثوا ولا على أقل غطوا الحدث التاريخي هذا. وشفنا زيدو إنه التونسية والتونسي اهتموا بالمناظرات وتابعوها أكثر من الكورة ولا حتى المسلسلات الناجحة. نجم نقوله فعلاً إنه الفضاء العام التونسي صحي ومتماسك وديمقراطي زيدا. طوى نهار 6 أكتوبر تونس باش تختار مرة أخرى، وباش تختار شكون اللي باش يكمل الطريق إلى باردو. والمناظرات التشريعية مهمة برشا، هذيك علاش خلقنا مع بعضنا نموذج تحريري جديد كما قال السي الأسعد. وهدف هذين النموذج واضح، هو إنه الناخب ينجم يقارن بين المترشحين ووعودهم، وهذه الوعود باش يتحاسبوا عليها في برنامج جديد اللي هو 99 يوم باش ننظموا زيدا بعد 99 يوم. والنموذج هذا باش يطبق زيدا في المناظرات الرئاسية في الدور الثاني. النقطة هذه تخلينا نوصله للموضوع المهم اللي هو المناظرتين اللي حكى عليهم السي الأسعد عن الرئاسة. احنا كخبراء ذكرنا من قبل ونذكروا زيدا إنه هذوم المناظرات مهمين جداً باش تخدم مصلحة الناخب التونسي. هذيك علاش قررنا مع بعضنا تنظيم مش مناظرة واحدة أما مناظرتين في الدور الثاني، خطر 5 سوايع مناظرات، الاختيار 5 سنين ماهوش برشا. يعيشكم. شكراً لك سي بن كليدا. والحديث الآن عن الشكل والمضمون المبادرة، مبادرة المناظرة الطريق إلى باردو تونس تنتخب، ونحيل الكلمة إلى سيد محمد أسعد داش من جديد للتوضيح وأكثر إيضاح للمسألة. شكرا. معناها كانت الندوة الصحفية الأولى ممكن أصعب من الندوة الصحفية هذه. علاش؟ لأنه كتجربة أولى يلزمك تشرح وتطلب في الشرح حتى توضح الصورة، لأنه لأول مرة تتعمل في تونس. المرة هذه باش تكون أسهل في التعبير، لأنه النموذج موجود، وباش نقولوا شنية الفوارق بين النموذج الأول اللي شفتوه وبين النموذج الجديد. بالنسبة للمناظرات، قلنا الهدف الرئيسي متاعها مش معناها باش نعملوا مسح لأكثر من 1500 قائمة مترشحة، لا، الهدف متاعنا هو تقديم صورة على طبيعة القائمات هذه في جوانبها 3، باش الناخب التونسي يعرف شكون هم هذوما اللي موجودين في المستقلة، في القائمات المستقلة، القائمات الحزبية أو القائمات الائتلافية. هذا اللي نقدر نعملوه في مناظرتين. المناظرة الأولى اللي باش معناها المناظرة الأولى والثانية، العدد متاع المتناظرين باش يكون 9 في كل مناظرة. التوزيع متاعهم باش يكون حسب النسب الموجودة، معناها باش نلقاو عنا بحسب القرار مشترك باش نلقاو تقريبا في بالنسبة للقائمات معناها المستقلين باش تلقاو ديما ثم ممثل للقائمات المستقلة في كل مناظرة، باش تلقاو العدد موجود بالنسبة للقائمات الحزبية والقائمات الائتلافية حسب حجم التمثيلية متاعهم. هذا باش نلقاوه في المناظرتين. ثم ديما ثم 3 محاور، الثلاثة محاور هذوما باش ياخذوا الجوانب اللي تهم المواطن التونسي في الشأن العام، اللي تهم في التنمية الجهوية، وأيضا بالنسبة ليهم للوعود وكذلك برامجهم. هذوما باش يكونوا في الثلاثة محاور. الثلاثة محاور هذوما الأسئلة متاعهم باش يكون ثم أسئلة اللي تتوجه الكل مترشح، الكل متناظر، وثم أسئلة أخرى اللي فيها مجال تناظر أنه سؤال وحيد ويطرح على الجميع. أيضا في نهاية كل محور هناك 3 مترشحين اللي باش يتناظروا فيما بينهم. باش لهن بالنسبة للثلاثة عندنا 9، باش تولي عندك بالنسبة ليك عندك رقم بالأرقام، مثلا عندك رقم 1 ورقم 5 ورقم 9، هذوما يتناظروا في المحور الأول. من بعد يجيوا 3 أخرين غير هذوما يتناظروا في المحور الثاني وفي المحور الثالث.
باش تقول لي انت من الاول تعرفهم، باش تقول لك لا، لانه باش تتم عمليه قرعه على الحضور نتاعهم بالنسبه لتوزيعهم. معناها من الاول وقت اللي نضع القاعده نقول لك شكون هم اللي باش يتناظروا، لكن انت ما تعرفهمش الا بعد عمليه القرعه باش نعرفوا المكان نتاعهم، شكون ورقم واحد وشكون ورقم تسعه وشكون ورقم خمسه. هذه العمليه اللي باش تتم. ثم الجديد انه المودراتور او مدير الحوار اللي باش يكونوا ثم اثنين من مديري الحوار باش يوجهوا السؤال اللي هو معد مسبقا باشراف الهيئتين وبحضور عدد المنفذ. هذا باش يتم زاد فيه قرعه كيف المره الاولى، لكن عنده الامكانيه لهنا انه اذا السؤال ما فهموش يلزم يطلب التوضيح، اذا هرب من السؤال يرجعوا باش يطلب زاد انه يبقى في نفس الاطار لكن دون الدخول في محاججه. هذا الشرط الرئيسي. حتى لهنا كان حادم بعد ما وجه له طرح له سؤال مره اخرى وهو بعد على السؤال خليه، هذاك الجمهور هو اللي يحكم، الناخب هو اللي يحكم، مش احنا اللي باش نقعدوا نحاجوا فيه في جوانب معينه. المده باش تكون اطول شويه لانه تسعه باش تكون تقريبا في المعدل ساعتين وخمسة وثلاثين دقيقة الحصة الأولى والحصة الثانية. المدة الزمنية اللي باش تعطى ثم تقريبا بالنسبة ليهم هما ثم المعدل متاع 16 دقيقة. هذه زادت تتحدد تشوفوها بعد في المرحلة النهائية، ممكن تزيد شوية أو تنقص، لكن هذا المعدل العام. الأسئلة 90 دقيقة 90 ثانية للإجابة. هذا بالنسبة للشكل الخاص بالمناظرات الخاصة بالانتخابات التشريعية. بالنسبة للانتخابات الرئاسية باش تكون على حصتين، كل حصة تدوم ساعة. المدة الإجابة باش تدوم تقريبا دقيقتين كل مرة، معناها باش نعطيه وقت أكثر. البداية متاعها باش تكون تقديم كل متناظر للبرنامج متاعه في دقيقتين، هذه البداية. بعدها باش ندخلوا في أسئلة اللي هي أسئلة تكون تتطرح على المتناظرين نفس السؤال، وثم أسئلة أخرى خاصة بكل متناظر. ثم أيضا حاجة أخرى أنه كل متناظر يطرح سؤال على المتناظر الثاني. هذا بالنسبة للمناظرات الرئاسية. قلنا اليوم معناها المناظرة الأولى باش تكون مختصة في الأمن القومي، والثانية تكون مختصة في العلاقات الخارجية. هذا تقريبا الشكل العام الخاص بالمناظرتين. الموعد متاعهم ديما 3 أيام، معناها ثاني مناظرة ديما 3 أيام قبل موعد الاقتراع. علاش؟ لانه يلزمها تكون قريبه باش القرار الناخب انه يكون عنده فكره باش يمشي ينتخب. ثم جانب ثاني انه ما يلزمهاش تكون قريبه برشا، لانه في تجارب مقارنه اخرى كي تبدا قريبه برشا كانه المؤسسه الاعلاميه وجهت وما خلاتش انه يهضم الفكره او يتعرف اكثر او يقع حتى نقاش في العائله او في الحي او في اي اماكن اخرى. معناها باش تاخذ قرارك بشكل سليم، معناها لهنا تأثر بطريقة سلبية. احنا بعدنا على الأقل تكون عندك 3 أيام قبل باش القرار يكون وقع هضمه، وقع اتخاذ القرار المناسب، ثم توجه إلى صندوق الاقتراع. هذا تقريبا الشكل العام الخاص بالمناظرتين. شكرا جزيلا لك السيد محمد أسعد داش، الرئيس مدير العام للمؤسسة التلفزيونية التونسية. المجال مفتوح للنقاش مع سادة صحفيين وصحفيات وتوجيه الأسئلة للخبراء والمسؤولين عن هذه المناظرة التلفزية. من له سؤال فليتفضل. المايك، عفوا لحظة حتى نفتح المصدح لسماعك بطريقة أفضل. سؤالي إلى السيد مدير العام للتلفزيون. أولا، سوء اختيار المذيعين المقدمين للمناظرة في الرئاسية
أرجو أن لا يتكرر في التشريعية، لأنه اختيارات ما كانش موفقة بالنسبة للمذيعين، معناها المقدمين انطلاقا من بداية الحلقة أسماء بالطيب والبقية. ملحوظة ثانية هي المسألة التقنية، لما شاهدنا الحصة جينيريك كان أبيض على جري أبيض، معناها يعني ما يتشابهش جينيريك، فهذه ملحوظة التقنية الثانية. وشكرا. شكرا لك. هي المسألة النسبية أنا أراها، لأنه ممكن أنه مقدم برنامج يروق إلى مجموعة وممكن ما يروقش إلى مجموعة أخرى، هي مسألة نسبية. أهم شيء في المناظرات أنه هو السيطرة على المناظرة، معناها في إدارة الحوار، ما نخليوش معناها مترشح أنه يتجاوز الوقت ويأخذ وقت غيره أو يأخذ فرصة أكثر. هذه أهم الأشياء اللي موجودة في إدارة الحوار، خصوصا أن الأسئلة يقع أعدادها مسبقا، لكن لتجنب الجانب السلبي اللي لاحظناه في مديري الحوار في المناظرة الأولى، وقع اعتماد جانب آخر اللي هو يتمثل في الجانب التفاعلي، لأن عنده مجال على الأقل يدخل باش يعاود يطرح سؤال أو أنه يستوضح جانب معين، هذا خليناه عند المقدم. بالنسبة للثلاثة مناظرات عموما بالنسبة للمقدمين، حسب وجهة نظري أنا أرى أنهم وفقوا في إدارة هذا الحوار. تفاوت طبيعي بشري أنه تلقى مقدم أفضل شوية من الآخر، لكن في الشكل العام أنا حتى كان مش نعطيهم رقم، نعطي أقل واحد فيهم نعطيه 7/10. هذا جانب. الجانب الثاني بالنسبة للجانب الذوقي والجمالي، كيف كيف راه يبقى نسبي، لأنه اللي شاهدوا المناظرات وبشهادة خبراء عالميين في كل أنحاء العالم كانت مناظرات ضخمة وإخراج من أعلى طراز، مش نشكروا في رواحنا راه. هذا نجيب لك، تنجم ترجع تدخل على جوجل، ترجع على اليوتيوب، أو تلقى عديد القنوات وتشوف الانتباعات نتاعهم. هذا جانب، لكن نحترم جميع الآراء لأن المسألة نسبية وليست علمية. شكرا. مفضلكم اللي يأخذ الكلمة يقدم نفسه والجهة التي ينتمي لها من إذاعة وتلفزة وصحيفة، ويتفضل بالسؤال. كوثر الميكروفون مفضلكم. أي تفضل به، بعدين يجيك لك أنت الميكروفون. بربي لحظة، خط الميكرو ما يوصلش وإحنا نعديه في البث المباشر على التلفزة. تفضل. كوثر العربي من الوكالة الفرنسية للأنباء. سؤالي يخص المناظرة الرئاسية، يعني في صورة ما أن المناظرة ستتم داخل السجن، كيفاش باش تتم العملية؟ يعني تتم التسجيل أم بث مباشر بحضور متناظر واحد، أم يعني ذهاب سيد قيس سعيد إلى السجن؟ يعني كيفاش باش تتم العملية بالضبط؟ يعني شكرا. لمن توجهين سؤال؟ سؤال وجيه جدا. هو الأفضل واللي طلبناه وكان موجود في الطلب أنه يكون حاضر معنا، هكا على الأقل تبدأ مبدأ تكافؤ الفرص واضح وجلي. لكن لهنا زاد ثم إمكانية أنه عندنا التجهيزات التقنية للبث المباشر من أي مكان في الجمهورية التونسية. الأجهزة متاعنا بتتنقل حتى للمؤسسة السجنية بعد الموافقة، أنه لهنا حتى في المراسلات اتصلنا بجميع الأطراف المتداخلة والمتدخلة في العملية هذه لتسهيل مأموريتنا في حال الموافقة. التجهيزات بشكون موجودة حتى في المؤسسة السجنية، نفس الإطار تقريبا اللي باش تراوه، مثلا المكان اللي باش يكون موجود في الاستوديو، الطاولة اللي باش يقعد عليها مثلا المترشح الأول باش تكون متوفرة شبيهة لها في حجم أصغر للمترشح الثاني، وتتم العملية من خلال نقل مباشر. لكن هذا ما يتم أيضا إلا بعد استشارة المترشح الأول في إطار مبدأ تكافؤ الفرص، لأنه لهنا زاد ثم جانب آخر
أنا ما تنجمش تفرض عليه أنه طرف أعطيته امتياز، احنا طلبنا أن يكونوا الاثنين موجودين، لكن موافقته هو الأول وقتها تولي ما عندكش مشكل في جانب تكافؤ الفرص، لأنه تكافؤ الفرص يفرض الحضور الجسدي الكامل في الاستوديو كيفهم كيف بعضهم، هذا الأساس. القاعدة هذه إذا ثم ظروف تمنع إجراءها احنا بادرنا أنه عنا الإمكانيات أنه نتحولوا حتى للمؤسسة السجنية ونأمنوا العملية من أولها لآخرها بحضور عدول تنفيذ باش يكونوا حاضرين، حتى أنه ما ثماش طرف آخر ممكن يلقن المترشح الأسئلة أو غير لضمان الشفافية، وتكون في شكل مباشر، ما تنجمش تكون مناظرات مسجلة، راهي تكون في شكل مباشر. لكن هذه العملية زادة يلزم زادة فيها اتفاق بين المتناظرين، ما تنجمش تعطي امتيازات في إطار مبدأ تكافؤ الفرص دون استشارة الطرف الآخر. شكرا. شكرا. الكريم لك، تفضل. رحموني، صحفية من الإذاعة التونسية. سؤالي موجه للسيد محمد الأسعد الدهش. حبيت نقول لك، هل ترى انه اختيار 9 مترشحين على بخصوص الانتخابات التشريعيه، اختيار 9 مترشحين في كل مناظره، هل ترى انه هذا يحقق مبدا تكافؤ الفرص بين معناه عدد الكم الهائل من الاحزاب؟ معناه 9 مترشحين في كل مناظره، ترى انت هذا يحقق مبدا تكافؤ الفرص للاحزاب، وخاصه انها باش تصير كما قلت انت حكيت عمليه التمثيليه، معناه الأحزاب الجديدة اللي بالذات ما هيش معروفة ما تراش إنها هي ممكن تتظلم كما. شكرا. شكرا. بالنسبة للهدف أنا ذكرته من الأول مقصودة، معناه أعطيتك من الأول شنو الهدف من المناظرات التشريعية. إذا باش نعملوا مبدأ تكافؤ الفرص أو مبدأ الإنصاف بالنسبة للجميع، لهنا تولي أقل شيء يلزمك تعمل يمكن 150 مناظرة. ما تنجمش تعملهم، لا الامكانيات ولا حتى الاثر نتاعهم باش يكون عنده اثر ايجابي بالنسبه للناخب. قلنا هدفنا مش باش يكون اني نعرف ببرامج جميع القائمات او رؤساء القائمات، الهدف نتاعنا هو الناخب التونسي يتعرف على 3 قائمات، اللي هي القائمات المستقلة، القائمات الحزبية، والقائمات الائتلافية، ياخذ عليها صورة عامة، وتتم العملية هذه من خلال القرعة. ممكن اللي تحكي عليهم ما يطلعوش في القرعة، صحيح، لكن ما عندكش طريقة أخرى باش تقوم في إطار شفاف، لأنه كل العمليات هذه تطبق فيها، صحيح تطبق مبدأ الإنصاف، لكن يقابلوا مبدأ الشفافية. إذا باش نطبقوا مبدأ الشفافية، الاختيار باش يتم عن طريق القرعة، لكن حسب سلات، كل سلة فيها نوعية من القائمات هذه، وحسب التواجد معناها الكوتا المخصصة، النسب المخصصة لكل قائمة. هذا هو. عبد الرؤوف الزوابي، مجتمع مدني، وأنا سؤالي موجه اشتر لمنظمة الإذاعة التلفزة التونسية، واشتر واني نتسائل كيف يمكن لرئيس جمهورية وكيف يمكن لنا أن تكون مناظرة والرئيس المستقبل هو في السجن. هذه نتسائل أنا كمواطن بالنظر للوضع متاعنا. سبق وأنه كان فما رئيس في البرازيل هو مسجون وكان مترشح، ولكن الوضع متاعنا احنا يختلف تماما، ونسأل كيف يمكن لنا انا كمواطن تونسي نخسر رئيسي وهو مسجون. سؤال موجه. شكرا. انا باش نجاوبك كاعلام عمومي، انت كمواطن سألت السؤال هذا، وانا نجاوب كاعلام عمومي على السؤال هذا. انا اعلام عمومي دوري اني ما نوجهش، ما نعطيكش رأي، ناخذ مسافة من الجميع. بالنسبة لي أنا أي مترشح موجود والناخب باش يمشي ينتخبه، بالنسبة لي أنا يعني لي أني نعطيه حق النفاذ للوسيلة متاعي. بطريقة أخرى أنه كل واحد تونسي
موجود في ورقة اقتراع نمنع روحي كوسيلة إعلام أني ما خليهش حاضر، معناها هذا واجبي كإعلام عمومي. بلغة أخرى أنه في السجن أنا نحاول أني نعطيه حق النفاذ بشروط أنه الطرف الثاني في مبدأ تكافأ الفرص زاد يوافق، لأنه أنت أعطيته نوع متاع بريفيليج، حبيت تحب ولا تكره. أنا قلتها طوى كنت واضح فيها أنه باش نعطيه نوفر كل وسائلي التقنية واللوجستية لتمكينه من جميع الحقوق متاعه باش يكون موجود. وقدمنا الطلب وبادرنا به، كانت مبادرة من التلفزة التونسية أنه تطبيقا لمبدأ تكافأ الفرص طلبنا الإذن من هيئة الاتصال السمعي البصري، عاونونا وافقوا وعاونونا هما بيدهم وجهوا المراسلات وزاد احنا وجهنا المراسلات. دورنا، انت تتسائل كمواطن حقك، انا ما نجمش نكون نوجه او نرفض. به تفضل اخت حسن. للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، احنا كي ننظروا انه تونسي باش يقدم فرج مش يقدم مطلب للتشغيل يطلبوا منه بيتروا، هل يمكن معناها في حد ذاته في نفس المستوى يكون تونسي هو في حالة وقوف ومقدم مناظرة ومش يدخل يخدم يقبلوه ولا لا؟ واحنا هذا الوضع قاعدين فيه، معناها انتم كيفاش تقبلوا انسان مسجون موقوف تقولوا احنا المتهم بريء حتى يثبت ادانته، ولكن هو توه في حاله ايقاف. نجم انا نقدم غدوه مطلب باش ندخل الخدمه في مناظره وانا نكون موقوف، يقبلوني ولا ما يقبلونيش، والبيت رواه ياخذها ولا ما ياخذهاش، وهو في حاله وقوف. ذولي واضحين. انا باش نجاوبك بصفتي عضو هيئه العليا المستقله للانتخابات وبصفتي قاضيه. وقت اللي تبدا الانسان يبدا في حاله ايقاف، البيت رواه نتاعو شنو يكون فيها؟ انت ديجا جاوبت. ثاني حاجه والسؤال هذايا تطرح علينا كهيئه منذ قبول الترشحات. الهيئه العليا المستقله للانتخابات قانونا ما عندهاش الحق باش تضيف شروط للترشح، ما عندهاش الحق. هذايا تطرح من 2014 والهيئة مش من حقها تزيد شروط للترشح، راه ينظمها الدستور والقانون، والهيئة تطبق الدستور والقانون، والدستور والقانون ما يمنعوش على الشخص وإنه يترشح طالما ما فماش حكم قضائي يمنعه من الترشح، وأحنا في حالة ما فيهاش حكم قضائي يمنع من الترشح. معناها أحنا لو كان نرفض الترشح المحكمة تجبرنا على قبول الترشح قانونا. احنا طبقنا القانون وتحت رقابة القضاء في قبول الترشحات، وإلى الآن حتى حد ما قال وأن الهيئة أخطأت حين قبلت الترشح. المسألة هذه محسومة. اليوم عندنا مترشح في حالة إيقاف، هذه مسألة ترجع للقضاء حالة الإيقاف، والتوينس الكل في حالة إيقاف ما يمنعوش من حقوقهم الدستورية، وهذا مبدأ منذ نشأة المحكمة الإدارية نعود فيه، ما أنشأناهش في 2019، منذ الثمانينات والتسعينات حيثيات موجودة، وأن حالة الإيقاف لا تمنع الحقوق المدنية والسياسية. ما يمنع الحقوق المدنية والسياسية هو حكم قضائي ينص على ذلك صراحة، وهذا ما تغيرش إلى 2019. تساؤلات الشارع التونسي، وانا ندور ما بين التوانسه وكل في حال نجاح ما ناخذها هو الرئاسه، اذا اداء اليمين سوف يكون في السجن ولا وين وهو في حاله وقوف؟ Bonjour à tous et bonjour à toutes et bonjour à tous. Je me présente Noureddine Tabboubi, journaliste à Tunisia Nord Presse. Donc j'en ai deux questions.
La première question, après la réussite totale, et je dis bien la réussite totale des élections présidentielles à l'RTT, malgré quelques fautes des trois candidats, mais c'était la réussite. Bravo. Donc, d'après mes informations, pas mal d'États européens et même asiatiques ont été impressionnés par l'expérience de la Tunisie pour la première fois, parce que la Tunisie, même maintenant, est sur la voie du développement et aussi sur la voie de la démocratie. Bravo. La deuxième question. On doit, M. Desch, cravacher dur pour la réussite de la deuxième édition et diriger, orienter aussi les candidats. J'ai des candidats, ils ne savent rien. Je vais attaquer quelqu'un, je vais attaquer l'autre, et moi je suis du parti X et l'autre du. Non, il faut orienter les candidats pour qu'ils restent à la hauteur. Et j'en ai une question. Est-ce que c'est possible que, comme a dit M. Lassad Khedr, mon ami déjà, de Carthage Plus, il a dit que deux ou trois chaînes, ils n'ont rien à voir. Il dit non, 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 on ne participe pas à la. Donc, est-ce que c'est possible que Nesma, la chaîne du Nesma, participe? Et je vais répondre à ce monsieur, parce que Nabil El Karoui est innocent. بري حاطينو شبهه والشبهه في القانون هو بري. من فضلك سي تابوبي لسنا الان للمحاسبه او لادانه شخص دون اخر. سي تابوبي من فضلك نحن نلتزم بهذا المؤتمر الصحفي وهو موجه بالاساس للطريق الى باردو تونس تختار والى الشكل ومضمون المناظره. لن ندخل في مسائل اخرى لا ربما لا تعنينا او لا لسنا لس ليست لنا فيها لسنا ليس لنا فيها اي دخل. من فضلك اشكرك. اذا هل هناك تساؤلات اخرى؟ تفضلي زميله بالطيب هيفا. عسلامه. هيفا بالطيب اذاعه شمس افاء. سؤالي هل انه فرضيه تزامن الانتخابات الرئاسيه والتشريعيه ما زالت قائمه؟ وفي صورة تزامنها كيفاش باش تعملوا في المناظرات؟ يعني وانتم حطيتوا توصيين المناظرات التشريعية، كيفاش باش تصير يعني المناظرات الرئاسية معهم؟ شكرا. نجاوب على شطر السؤال اللي يتعلق بالفرضيات، لأنه هي الخيارات القانونية هي اللي تحطنا قدام الفرضيات، لاني انا سمعت ايضا انتقادات كيفاش نعملوا انتخابات دور ثاني بالفرضيات. القانون شو يقول؟ يقول وانه تنظيم الدور الثاني يكون في اجل اسبوعين من الاعلان عن النتائج النهائيه للدور الاول. والنتائج النهائيه للدور الاول القانون والمشرع ما اختارش وانها الطعون نتاع الدور الاول تكون بعد الدور الثاني، اختار انها تكون في الوسط. والطعون هذه هو خيار من المترشحين، يطعنوا والا ما يطعنوش، هذاك علاش احنا في اطار فرضيات. وقت اللي قلنا وانه فما فرضيه اولى وثانيه وثالثه بناء على فما طعن في الابتدائي والا لا، وشفت وانه كان فما سته طعون في الابتدائي. اليوم احنا 25 سبتمبر، مازال عندنا 26 سبتمبر باش نعرفوا هل انه باش يكون فما طعن بالاستئناف ام لا. شنو يخلينا اليوم نمشيو في فرضية 13 أكتوبر أكثر؟ بناء على التصريحات متاع الناس اللي عندها الحق متاع الاستئناف، سمعنا وأنه هناك من قرر الاستئناف، إجرائياً مازال لم يودع مطلب الاستئناف ولكنه قرر أن يستأنف. وسمعنا زادا الممثل متاع المحكمة الإدارية اللي يقول إذا كان فما طعن بالاستئناف الإجراءات تقتضي وأنه في 48 ساعة يكون فما مرافعة وبعد 3 أيام يكون التصريح بالحكم، فحسابيا نكونوا في الفرضية متاع 13 أكتوبر. إذا كان احنا
ما يتطرحش الاستئناف وما لا يتم ايداع مطلب الاستئناف ونلقاو رواحنا مره اخرى في الاجل نتاع 6 اكتوبر اظن وتحت رقابه سي محمد الاسعد الدهش وينجم يزيد يجاوب على النقطه هذه فانه انه نحطوها في تاريخ اسبق من التاريخ اللي تم الاعلان عليه للتو امكانيه مطروحه سي الاسعد ينجم يقول لا وحتى جانب آخر نوعدك اللي ونوعد التوانسة أنه حتى فرضا تزامنوا فرض وقت صحيح ما نجموش نعملوا مناظرتين بالنسبة الرئاسية أما على الأقل نعملوا مناظرة قبل التشريعية تولي 1 و2 مناظرة للتشريعية وتسبقها بنهار مناظرة للرئاسية معناها في كل الفرضيات احنا جاهزين. شكرا. السؤال ليا زميل تفضل. عسلامة. ياسين فتحلي مدون بصباح النيوز الإخباري. فقط حبيت نعطي يعني سؤال فيما يخص اليوم المعايير المتخذة الخاصة بالمناظرة الطريق إلى باردو، خاصة كي نحكيو على مبدأ التناصف ما بين المرأة والرجل. دو أن دو دو أنت غدوة اليوم كي باش تعمل قرعة على مترشحين عن رؤساء احزاب سياسيه مترشحه في حد ذاتها، فغدوه كي يطلع لك رئيس حزب اكس ولا اكريك والا احزاب اكثر من مستقلين والا احزاب اكثر من ائتلافيه، كيفاش باش تعمل وين ولهنا مبدا تكافؤ الفرص؟ النقطه الاخرى انت اليوم باش تعمل مناظره على عدد معين، فاحنا اليوم نعرفوا انه مجلس النواب التمثيليه جهويه بالاساس. فانت لهنا كي باش تخرج جهات على حساب جهات اخرى. وين ولهنا؟ كانه يعني لابد من اعاده المعايير هذيا او نعمقها اكثر ولا ما نعرفش كيفاش. وشكرا لكل القائمين على المناظره. شكرا. شكرا. باش نجاوبوا على السؤال هذا، بالنسبه للقواعد التنظيميه الخاصه بالمناظره تراعي هذا المبدا، اي مبدا التناصف. لكن وقت اللي نشوفوا القائمات وحتى النسب نتاعها ومدام حسنه تعرف انه النسبه ماهاش ما تلبيش مبدا التناصف بالنسبه لرؤساء القوائم، لانه يعني تقريبا ثم اقل من 20% اذا 12 في المعدل هذا. معناها حتى بالنسبه لرؤساء القائمات اذا باش تستدعيهم ماكش باش تلقى تطبيق لهذا المبدا في المناظرات. لكن اذا لاحظناه حتى على مستوى الاذاعه، عند الاتصال بقائمه حزبية أو ائتلافية أو مستقلة يقع الطلب أنه يسبقوا أن المرأة تكون هي اللي موجودة، ثم اللي يتنازل كرئيس قائمة ويبعث مرأة وثم اللي ما يتنازلش. هذا لاحظناه حتى على مستوى المناظرات الإذاعية، لأنه في الإذاعة وقع تطبيق مبدأ المساواة. تسمع فيا؟ أي في الإذاعة وقع تطبيق مبدأ المساواة مش حتى الإنصاف على مستوى المناظرات. الجميع وقع استدعائهم لإجراء مناظرات على 8 إذاعات، معناها التجربة موجودة وممكن حتى تسمحها. لكن القاو المشكل هذا اللي تحكي فيه أنت، لأنه مشكل موجود في الأساس، ما ثماش تناصف على مستوى القائمات. رؤساء القائمات أغلبهم رجال، معناها ثم مشكل في القائمات نفسها. احنا باش نحلوا المشكل هذا وقت اللي نستدعاه، واحنا القرعه ما تجيش على رئيس القائمه، على القائمه هذيك ونطلبوا شكون هو يكون موجود او من يرشحه. لهنا اذا رشح هو امراه وصلنا للمبدا هذا، اذا ما رشحش ما نجموش نفرضه. هذه الجانب الاول. الجانب الثاني، القاعده بالنسبه للتمثيليه اتا تشوفها باش تلقى في القاعده ثم الجانب التمثيليه في جميع الجهات موجودين، وقع اعتمادها في عملية القرعة، لأنه لهنا تولي تعتمد عديد السلات باش تقوم بعملية القرعة باش تضمن حضور وحظوظ أوفر لمختلف الجهات باش تكون موجود. لكن ما همش الكل، مش القائمة الكل كيف ما فسرت لك، راهو باش نقدموا مشهد، ماناش باش نقدموا برامج خاصة بمختلف القائمات. هذا الفرق بين الرئاسيات والتشريعيات. شكرا. لحظة، نحب نزيد إضافة في النقطة هذه، هو أنه مجلس نواب الشعب في الأخر هي راهو انتخابات وطنية
صحيح أنه دوائر انتخابية في تقريبا كل ولاية باستثناء ثلاثة ولايات مقسومين على اثنين، ولكن هي انتخابات من أجل أنه يكون فما ممثلين على المستوى الوطني. ثاني توضيح نحب نقوله هو التوضيح بخصوص وأنه التمثيلية متاع النساء والرجال، القانون ما في الانتخابات التشريعية لا يقتضي التناصف على المستوى الأفقي، ولكن فما المبدأ هذايا في القرار المشترك اللي يتعلق بالتغطية من وسائل الإعلام للحملة الانتخابية، والالتزام هذايا يبقى مطروح على القائمات وهما اللي باش يلتزموا به وإحنا نقيموا مدى التزامهم به. ثاني حاجة، فما فرق ما بين التعبير المباشر وما بين المناظرات. التعبير المباشر مخول بصورة أكبر، والمناظرات هي تعبيرة أخرى. شكرا. Merci Feroz Ben Salah de Milo East Eye. J'ai deux questions. Pourquoi ne pas avoir collaboré avec la société civile pour préparer les questions ou bien pour préparer le débat? Et la deuxième, est-ce que 2h30 n'est pas trop long pour rester concentré pour le citoyen. السؤال موجه للأستاذ بالعباس، أظن تفضل. بعد ذلك، بالنسبة للأعداد الأسئلة تم في المناظرات الأولى وحتى في هذه المناظرات بمساهمة المجتمع المدني. وقع قبول أسئلة من المجتمع المدني وتوجيهها للجنة الخاصة بأعداد المناظرات. هذا جانب. جانب ثاني، أيضا هناك منظمات وطنية ساهمت أيضا في المناظرات، من بينهم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. هناك عديد المنظمات، عديد الجمعيات التي ساهمت، وأكبر دليل على انفتاح مؤسسة التلفزة التونسية على محيطها هو شراكتها مع القطاع الخاص وأيضا شراكتها مع المنظمات الوطنية. هذا أكبر دليل وأكبر إجابة على سؤالك. شكرا. Donc merci pour cette question. Effectivement, nous sommes la société civile dans cette coalition. Donc l'initiative Munadra en fait partie depuis le début du projet. On contribue justement non seulement au format, mais aussi à l'élaboration de ces questions. Et nous aussi, entre eux, les débats législatifs et après le nouveau programme qui s'appelle 99 jours, on va faire un suivi à base des promesses électorales qui ont été faites. Et là, on va encore collaborer avec plusieurs associations de la société civile ici en Tunisie. Donc je pense que là, on a fait un pas quand même énorme d'avoir un rôle aussi important pour la société civile dans les débats électoraux. Merci. Égypte Gassa, journaliste freelance. J'aimerais bien poser une question justement à propos de la nature de la participation de la société civile à la conception des questions relevant donc de ce que vous appelez la Tanadorat. Alors, par exemple, l'INLUC, elle se plaint du fait que l'ISI elle-même se plaint de des objections formulées par l'INLUC à l'endroit. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce qu'il est juste de revendiquer une véritable participation, non une participation à distance qui ne donne pas justement à la société civile ce droit de participer réellement à la formulation, à la conception et à la mise en forme de ces questions durant la pratique de ce vis-à-vis. Deuxièmement, ce que je voudrais bien comprendre, c'est d'une certaine manière le fait d'être impuissant face à une forme d'inégalité flagrante qui ne peut être acceptée d'aucune manière. Comment est-il possible pour un candidat qui est en prison de pouvoir justement assumer son rôle et ses droits et ses devoirs? Je ne suis pas pour Khaloui, ni pour Kais Saïd, ni pour qui que ce soit, mais du point de vue
donc du principe. Le principe suppose une forme d'égalité entre les deux candidats. Voilà, merci. Voilà, merci. باش نبدا نجاوب على السؤال وربما سي بالعباسي نجم يزيد يجاوب على مساهمة المجتمع المدني في طرح الأسئلة. فقط للتوضيح بداية وأنه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي هيئة عمومية ماهيش جمعية، دونك ما يتطرحش السؤال بخصوصها في نفس القالب نتاع مساهمة المجتمع المدني. ثانيا بخصوص الإشراف على العملية الانتخابية، هي تقعد الولاية متاع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبالنسبة حتى للهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي لا توجه العمل الإعلامي، هي فقط تعمل على أنه يكون فما ضمان للمساواة في الرئاسية ولتكافؤ الفرص بصورة عامة. تقول لي كيفاش تضمنوا المساواة وقت اللي فما مترشح موقوف على ذمة العدالة؟ لهنا أنا نحب نرجع، وأنه في دولة القانون المؤسسات تعمل حسب اختصاصها. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ إيقاف المترشح وهي تبين موقفها بكل وضوح وتراسل جميع الجهات، والمراسلات موجودة للجهات المختصة. اليوم إذا كان الجهات المختصة هي التي لها القرار بأنه لا يتم معناها مواصلة الإيقاف المترشح، فكيف للهيئة وأنها تأخذ قرار مخالف؟ ما عندهاش سلطة القرار والاختصاص لاتخاذ قرار مخالف، عندها فقط وأنها بينت لجميع الجهات من السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والملاحظين وكل المتدخلين في العملية الانتخابية، وأنها مع ضمان تكافؤ الفرص، وأنه من المجدي للعملية الانتخابية من أجل شفافيتها وضمان المساواة بين كافة المترشحين، وأنه هذايا ما يكونش فما مترشح موقوف. ولكن إذا كان احنا نحطوا فرضية، إذا كان فما مترشح على ذمة العدالة لسبب يرجع له، فهذا القضاء هو اللي قرره، ونعاودوا من هنا نوجه الدعوة للسلطة القضائية وأنا من القضاء ونعرف أنه هذه صلاحية راجعة لهم، ولكن كهيئة نعاودوا نوجه لهم الطلب في أنه إذا كان فما سلطة تقديرية من أجل وأنه المترشح هذا يكون خارج السجن، فأنه الهيئة تطلب ممارسة هذه السلطة التقديرية بكل وضوح. شكرا للسيد في المصدح من فضلك. في المصدح نعم. اعطيني المصدح من فضلك. عندي معناها لا possibilité d'arrêter le processus électoral et de dire que je ne continue pas pour truc de forme على الاقل ما يجيش معناها ما عندها حتى قوه اقناع ولا تهديد بايقاف العمليه الانتخابيه ما يجيش نقعدوا هكا امبويسون دونك ما عندها حتى قيمه تولي ليزي في حد ذاتها اذا كان ما عندهاش القوه هذه اللي باش تقول راهو ما نجمش نكمل في ظروف لا تستجيب للقانون وللمرجع الدستوري. يا سيده الرئيس وانت قاضيه وتعرف. شكرا. الميساج هو مش جدل ولكن فقط للتوضيح. من فضلك سيدة مسلمة، فقط خمس دقائق وننهي المؤتمر الصحفي وتكون هذه آخر إجابة عن الأسئلة. شكرا جزيلا لكم. سمحني أنا فقط للتفاعل، ونحب يجاوب سي بالعباس على مساهمة المجتمع المدني. الهيئة أيضا عندها طلبات في أنه القانون ما يفلت منه حتى حد وأنه يكون التطبيق على الجميع. سي بالعباس. Juste en ce qui concerne la contribution de la société civile, je pense que Monsieur Lassadeh était très très clair. La porte est ouverte. Toute organisation de la société civile peuvent proposer des questions. L'initiative Mounadara a une collaboration avec Al-Bawsala qui a un accès unique
aux députés du Parlement, mais cela ne change pas le fait qu'il y a une invitation ouverte pour toute la société civile à contribuer des questions qui seront après prises en considération par l'équipe éditoriale. Merci. نقطة أخرى بالنسبة لمساهمة المجتمع المدني أو الأعداد للأسئلة. عملية الأعداد للأسئلة عملية دقيقة جدا وفي وقت قياسي. بالنسبة للانتخابات الرئاسية رأي كانت سابقة لأوانها، والمدة حتى متاع الحملة كانت أقصر مدة، وهذا يخلى العمل سريع جدا. لكن عملية الإنتاج تستدعي الإنتاج الجيد في وقت قصير. فرق الأعداد موجودة وهي تعد الأسئلة. الأسئلة عندما تعدها تأتي أيضا من التلفزات الخاصة المساهمة، أيضا من المجتمع المدني، وجميع الأسئلة عندما يقع أعدادها لا يقع الاكتفاء بسؤال وحيد بالنسبة لكل مترشح. رأوا عدد الأسئلة التي يقع أعدادها لكل مترشح تفوق 3، توصل حتى للخمسة أسئلة باش تتم عليها عملية القرعة، باش نضمنوا أكثر شفافية وأكثر وضوح بالنسبة للأسئلة، باش ما يصيرش تسريب وكيف الإشاعات اللي خرجت. شكرا. في فترة ما. استفسار أخير. طيب. شكرا أخ ميس السحباني المجتمع المدني. المناظرات في الرئاسية صحيح فيها اللي غير موقف الناخب، ولكن وهذه يعني المناظرة في شكلها تحسب للتلفزة التونسية، لكن الأسئلة أغلبها كان خارج موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية. فماذا بينا في ونطلبه في الانتخابات التشريعية أنه اللجنة اللي تعد الأسئلة تكون مطلعة مليح على الدستور، تكون مطلعة مليح على مهام النواب وصلاحياتهم حتى تكون الأسئلة يعني شكر. في صلب الموضوع. شكر. اثنين، شكرا للتلفزة التونسية اللي استجابت لبعض الطلبات ومنها اعتماد لغة الإشارة. فالملاحظة ماذا بينا وقت يكون ثم نص مكتوب يكون مصاحب له قراءة للسي في أو التقديم القائمة حتى ينجموا الإخوة من ذوي الإعاقة البصرية يعني يستوعبوا ما يقدم. شكرا. أشكرك سيد الكريم. فقط ملاحظات نأخذها بعجالة ثم نتوجه للإجابة. تفضل. Just une question très courte et très brève par monsieur Belabès Abdelaziz Bousselah, journaliste freelance. Donc quelle est l'importance des questions de suivi de suivi dans les débats et scientifiquement parlant bien sûr. شكرا. استفسار ثالث فقط لحظة ونكمل النقاش. تفضل. اول شيء ملحوظة اخرى بسرعة من فضلك. انتم شاركتوا في اربع معناها مؤسسات شاركوا في هذه الندوه، ولكن معناها شاهدت الملف الاعلامي فارغ معناها بلوك نوت وقلم. علاش ما ثماش حد معناها يكتب معناها معلومات عن المناظرات هذوما؟ من معناها يعني القنوات الاذاعيه والتلفزيونيه التي ستنضم الى هذا البث الموحد؟ معناها لا نعرف انه هل معناها في المناظره الاولى اللي صارت مع التلفزه مع الرئاسيه لاحظنا بعض القنوات خارج على البث الموحد. معنا لا أدري ما هي القائمة التي تبقوا معها باش شكرا. البث الموحد. واضح. والسؤال الأخير من فضلك سيد الكريم. احترام توقيت المداخلات، فما عدد مشاركين في المناظرة يخرجوا على الوقت ويحاولوا يضغطوا أرواحهم. شكرا جزيلا لك. بعد إذنك بعد إذنك. بالنسبة للتوقيت وكل الضوابط هي واضحة وصريحة، والتوقيت ما ثماش واحد يخرج على الوقت لأنه ثم مؤقت وواضح وصريح ومعروف كل واحد التوقيت الخاص به، ويظل يدايا موجودة وشفناها الناس كل. بالنسبة للجانب الثاني اللي طرحه القنوات البث، قنوات البث احنا كشريك مع نقابة التلفزات الخاصة هي بادرت، وتقريبا اغلبهم حتى اللي كانوا متردين وتجاوبك عليها سي لسعد اللي كانوا متردين من الاول التحقوا وبثوا، اللي هما زوز قنوات ومن بعد التحقوا بينا وبثوا حتى من العالم وقع الربط معنا. كالتلفزه احنا نعطيو الاشاره نظيفه للجميع في جوده عاليه HD في لغه الاشاره وبدون لغه الاشاره. شكرا. هذا الكل مقدمين وبعد اذنك هذا الكل مقدم، واحنا
اي واحد يحب يربط معنا مرحبا به. وتفضل سي لاصحت. نقول بان صحيح وقعت قناه سحبت بثها في اخر لحظه لاسباب خاصه، فانا ربما نتفهموها، ولكن ان شاء الله في الموعد القادم كلهم يكونوا موجودين، كما الاذاعات كذلك، بعض الاذاعات كذلك سيد العباس المره هذه يكونوا موجودين. اجابتك للصحفيين. وي بالنسبه للكيستيون دو سويفي، les questions suivies sont essentielles pour chaque débat pour plusieurs raisons, mais juste باش نعطيك تقريبا les raisons essentielles. Donc premièrement, le candidat ne peut pas échapper à la question, ce qui arrive dans toutes les dans tous les débats. Donc ça sert justement à faire à concentrer le débat sur la question qui a été posée. Deuxièmement, écoutez, c'est aussi une sorte de temkin sahafiyin. هذا مهم جدا، خاطر الصحفي نفسه باش يكون عنده فرصه انه هو يتابع على السؤال. Et en général, comment on peut imaginer ça? C'est il y a quelqu'un qui promet, par exemple, un grand programme qui est très très coûteux, et du coup, la question suivie, par exemple, elle peut être comment vous allez financer ça. Donc c'est un peu ça que ce que vous pouvez attendre. شكرا جزيلا لكم إذا الحضور الكريم، أشكركم على انتباهكم وعلى سعة صدركم، وشكرا للسادة الخبراء والمسؤولين على هذه المناظرة، ونلتقي في مواعيد أخرى. إلى اللقاء.